فبعث الخطباء في خطبه الجمعه ان على الزوج الا يخبر زوجته انه طلقها، فهل هذا الحكم صحيح وله سند من الكتاب والسنه؟ لا قصد الزاني واجب الحمد لله، الحمد لله غير قصير حتى يسمع من حوله وحتى يشمل فيستحي بالحمد لله. حمد الله غير قصير. لكن جميعا الطلاق لا بد ان تخطب به المراه حتى تعرف انها مطلقه وغير مطلقه، وطلقها لا بد ان يعرفها الطلقه فانها الطلاق حتى تحتسب الطلقه، وطلقها الثاني عرفتها وطلقها الثاني عرفت انها حرمت عليه، لا بد ان يعرفها ذلك. لكن إذا رأى أن يبادر بذلك العلة والأسباب يخشى أن تصدمها الطلقة وأن تكون لها رد فعل سيء وأجلت إعلامها إلى وقت آخر غير وقت الطلقة، فالظاهر لا حرج في ذلك إذا أجل إعلامها من الطلقة إلى وقت آخر يعني غير وقت الطلقة إلى وقت آخر يستمر فيه لأنه يرى أن في هذا خطر عليه أو قرر عليها أو أشبه الخطا فيها فلا مانع ذلك، لا بد من تعليق إعلامها ولا بعد ذلك ومن إعلامها حتى وإذا أعلم أن الوليها فمعناك أكمل حتى لا يغيب عليه الشيطان فيتحدث بعد ذلك أو ينساها، فإعلامها وإعلام وليها أمر مهم، لكن لا مانع من تأجيله وقت ما إذا كان يخشى من ذلك مضرة عليها أو عليه، فيؤديه بعض الوقت ثم يقدر أو يكتبه عنده كتابة يجده عنده حتى لا يوزى حتى لا يستحلها بعد ما أنكر الله.